السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم. هنشوف مع بعض موقع اسمه ميرو. موقع ميرو بيخليك تنظم الأفكار بتاعتك في تمبليت جاهز. ممكن تعمل مايند ماب، ممكن تعمل كامبان، ممكن تعمل برين ستورم، برين رايتنج، حاجات كتيرة جدا تقدر تعملها بسهولة. لو جيت هنا وقلت له شو اول تمبليت هيطلع معاك حاجات كتيرة جدا. طيب الموقع في حساب مجاني وفي حساب بفلوس. الحساب المجاني بتبقى مشكلته ان هو بيبقى ليك ثلاثة بس بورد تقدر تعمل اديتابل، لكن تقرا كتير جدا، ممكن تشارك مع اصدقائك. طيب خلينا مثلا نبدا مايند ماب. زي ما انت شايف كده تنظيم للافكار بتاعتك. ممكن مثلا اي حاجه، ممكن مثلا عايزين نطلع رحله مثلا، فبننظم الافكار فبنكتب مثلا رحله عمره مثلا. تمام. طيب كل واحده من دول بقى تقدر تكتب زي ما انت عايز، تحط بقى مثلا شروط تذاكر السفر، ممكن بحيث ان انت تفتكر كل حاجه. تقدر تيجي هنا وتقول له لا ده دي في نقطه كمان عايزها هنا فرعيه، فتبقى في نقط كتيره فرعيه مثلا من هنا. مثلا تجهيز تقول للناس تشتري حاجات وهكذا. تقدر تنظم حاجات كتيرة الأفكار بتاعتك بشكل رائع وبشكل مجاني. لما تخلص خالص تقدر تعمل اكسبورت، تسيفها كإيمج، كبي دي اف، تسيفها كتمبليت بحيث تستخدمها بعد كده، تسيفها كملف اكسل، سبريد شيت، سي اس في، وهكذا. تقدر تسيفها بحاجات كتيرة جدا. ممكن تقول له احتفظ، خلي دي ستار، دي أساسية. تقدر تضيف كلام، تقدر تضيف أسهم. مثلا رحلة العمرة دي هتقود مثلا لحاجة معينة. ممكن تحط تذكير مثلا إن هنا ديت إن الرحلة بتاعتنا لازم هتكون لمكة، مش هنروح نعمل عمرة في مكان تاني، وهكذا. فبتلاقي نفسك بتحط الأفكار بتاعتك، وممكن تعمل شير، تعمل انفايت للأصدقاء، تخليهم ايديت أو كومنت أو ايديت أو اكسس. تقدر تشوف، تبقى ممكن تبعت لهم اللينك للناس ويبدأ هم يخشوا معاك، أو إن أنت تكتب الإيميلات بتاعتهم. تمام. بيقولك ممكن من موقع سلاك، وده احنا شرحناه بالتفصيل في بماريبيا، او من خلال الايميل. ممكن تقول له كده ايميل، فبيبدا يدخل ويبدا يجيب لك الايميلات للناس اللي معاك في الشغل اللي انت عايز تدعوهم، او اي حد معاه اللينك ده يقدر يشوف او يعمل اكسس على الملفات بتاعتك. موقع سهل وظريف، وزي ما انت شايف فيه افكار كتيره جدا. احنا جربنا واحده بس، في الفيديوهات الجايه ان شاء الله نقدر نجرب حاجات كتيره جدا. ممكن تعمل برزنتيشن مود وتبدا تعرض، يبقى فيه اكتر من سلايد. دي تقدر تعمل اكتر من فريم. ممكن تحط كومنتات، في الكومنتات تعمل شات مع الناس. لو في حد شغال معاك في نفس اللحظه بعد ما شيرت معاه هيبدا يظهر الماوس بتاعه. سكرين شيرنج، تقدر تشير الشاشه بتاعتك. تمام. فانا هيبدا بيشغل الكاميرا والمايك وكده بحيث تشارك مع الاصدقاء ويبداوا في ميتنج، يبداوا يشوفوا كل حاجه. بورد هيستوري، تقدر تشوف التطورات اللي حصلت، ايه اللي حصل في اول واحده وايه التطورات اللي حصلت فيها ومين اللي اضاف وهكذا. ممكن يكون في حاجة اتلغت فانت تعرف ايه اللي اتلغى ومين اللي لغاها، تخصم منه 3 ايام.